أتمنى العاصمة يكون عندنا كلمة، العاصمة مثلا زي القاهرة كده، لأنه العاصمة الإدارية الجديدة عنوان طويل، ومدن العالم كلها. وبالتالي أنت أولا سهولة الترويج والتسويق وسهولة حتى الكلمة، ويعني وبالتالي يبقى نختار ولتكن العاصمة، خلاص العاصمة مثلا حاجة بالمعنى ده، إدارية جديدة طويلة، وبالتالي بتعمل هو إيه ناس أنا بتكلم اللي هم حتى خارج مصر، إيه عاصمة إدارية جديدة؟ وده كان اللي هو أول تسمية ليها، لكن خلاص النهاردة بقت الحكومة بالكامل موجودة هناك، خلاص مفيش النهاردة ولا وزارة يمكن غير الخارجية، والخارجية في تجهيزات بيعملوها عشان تبقى موجودة كمان الفترة اللي جاية، إنما باقي الحكومات باقي الوزارات النهاردة كلها موجودة من في العاصمة الإدارية الجديدة. مجلس وزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلاص ما بيجيش هنا القصر العيني، خلاص كل اجتماعاته في العاصمة، النقل هنا كل الوزارات تقريبا، يعني ما فيش وزارة مش موجودة. فإذا الحركة النهاردة بقت من داخل العاصمة، بقى كل العمل موجود هناك، شغله كله النهاردة هنا في العاصمة. الفترة الجاية خلوا بال حضراتكم بدأ النهاردة الموظفين يرجعوا، الناس ترجع النهاردة خلاص بعد الأجازة الطويلة، شوفوا بقى النهاردة العمل إزاي في العاصمة. أكتر من حد النهاردة بيكلمني بالمناسبة من العاصمة، قالوا له عايزينك تيجي تيجي شوفوا الحي الحكومي، ثم لسه هناك من شهر، قال لا دلوقتي الوضع مختلف، شوف النهاردة الناس والموظفين وناس داخلة والحركة إزاي والنقل إزاي حركة. ما بالك بقى لما تبدأ بقى إيه تعمل بقى حفلات في العاصمة، تعمل بقى الشغل كله الرئاسي والعاصمة، تعمل بقى احتفالات قومية، ركزوا في قومية دي، ركزوا في قومية، تعمل احتفالات قومية في العاصمة إن شاء الله، وإحنا داخلين على احتفالات عظيمة تبقى في العاصمة، نقلة تانية خالص. مصر تكلم على أيوة جمهورية جديدة، نعم بمعنى الكلمة. خلي بالك لما هتعمل احتفالات قومية هيبقى موضوع مختلف تماما على اللي كنت بتعمله هنا، حتى للضيوف اللي جايين لك، حتى للناس اللي جايه لك، زحام الزحام اللي كان وانت بتعمل احتفال قومي في العاصمه في القاهره، الدنيا بقى بترتبك ارتباك. النهارده لا، مش هيحصل الكلام ده، عندك بدل طريق ومدخل عندك 30 كل حته مدخل، كل حاجه توصل. لو انت جاي منين، لو جاي من اسوان عندك طرق توصلك العاصمه، دير الاقليمي مثلا، طريق الجيش شرق، عايز الشرق او الغرب، جاي من الغرب توصل وجاي من الشرق توصل، مفيش حاجه متوصلك، جاي من بورسعيد، جاي من سينا، العاصمه شوف بقى كم طريق، كم طريق. هي دي النهارده النقله، النقله في الحركه. النهارده مفيش حد عنده ورقه، مفيش ورقه، مفيش حد هناك يتعامل، مفيش، احنا مش عاملين كل ده عشان يبقى مكاتبات بقى ويمضي، مفيش كلام ده، كله تطور تكنولوجي. عندك قاعدة بيانات مصر اللي هو ايه عقل، اسمه ايه عقل الدولة المصرية، عقل مصر في العاصمة، في العاصمة، ذاكرة مصر في العاصمة، إدارة المنظومة الاستراتيجية موجودة العاصمة، تشوف مصر ازاي العاصمة، تشوف ايوه تشوف من العاصمة كل حاجة، غرف عمليات على اعلى متابعة كل حاجة العاصمة. نعمل ده، عندك مطارين، عندك مطار في العاصمة ومطار القطامية بيخدموا عليه على العاصمة، ومطار القاهرة يخدم عليك كمان، ولكن عندك مطار كمان، مطارين بدل مطار اتنين خدموا على العاصمة. ما انت بعد كده العاصمة هتبقى مركز تجارة المصري، المال موجود هناك، مركز مال والأعمال اللي هو قدامكم، أطول ساري وعالم العاصمة ما شاء الله،
مكان خاص بالصفاف والعروض العسكرية اللي قدامك هناك اهو في الوش، والرئاسة موجود، البرلمان، الحكومة، مجلسي النواب والشيوخ، زي ما احنا عملنا حلقة من حوالي شهر ونص هناك، زي ما حكوا مركز الحكومي حاجة النهاردة لا، لانه لما يبقى فيها ناس غير لما بتبقى فاضية. مسجد مصر العاصمة، المركز الإسلامي العاصمة، كل ده موجود، كاتدرائية موجودة، فانت مش سايب حاجة. ادي هنا نصب التذكاري واسماء الشهداء قدامك، واسماء الشهداء قدامك اهو، مكان العروض العسكرية، ايوه، وتعمل فيه عروض عسكرية في العاصمة. تخيل بقى تعمل ده، يبقى ايه؟ عايزين كلمة، اسم واحد، كلمة واحدة، كلمة واحدة خلاص، فنبقى عايزين ومركزين على ده.